مرحبا بكم، تقبلت عدو خارج لكم حيسام متقبلتنا اليوم دلو إلى الأخبار قلت قدمتو دي بلدي بأخبار مثلكم لا تعنيح أمين هايلي كسلف كله أرس أخبار. رؤساء وحكومات لقت السنة دي بريسي سياسنا دوم دي بسنتات حريت 785 عباي ومقباي خزانات شاكام وزارة حرس ديب عق ابنواي شغل سنك مسل اقديت شعر حم دول مودات حي وهليوتن ديب بحر اركتيكم اسرائيل هجوم كبد سلاح ديب معسكر لبنان توديم ديب هند بقو سرفاري فلات حبر ديب موج جرام من أرسل أخبار تفاصيل الأخبار ملك سعودية سلمان بن عبد العزيز ورئيس عرات مملكة سعودية محمد بن سلمان رئيس جمهورية غابون علي بونغو رئيس جمهورية كروشيا زوران ميلانوفيتش رئيس أستريا ألكسندر فان دير بيلا رئيس جمهورية مالاوي دكتور لازاروس ماكارتي تشاكويرا كمسلوما مدير اتحاد رزق أستراليا ديفيد هرلي مناسبة ثلاثة سنة حرية إريتريا لكت السنين دوم لمرحلة سك شعب وحكومة إريتريا تلنا دوا لكت غريس إسياس أفورك تامت عافية تقل إريتريا وشعبه سلام وتتأور تامنوم هتوم اندات لو مسنيوت دولهم مثل إريتريا زيادة قل تعبيم وتترد لبوم مراد ومداليت أكدوم دي بسنتات حرية 785 عباي ومقباي كزانة شاكام تفاصيل الخبر من موسى محمد آدم حكومة إريتريا دي بثلاثة سنة حرية 785 عباي ومقباي كزانات كمسله وما بزح أشرام ورحياتات كمسلت بنام اللي هي لعبة محقز ما يسي تقدام ونواي دي بأرخيوت وآفي حوت عمار خرس ترت عباي كمسل على تقلو وسايق مركز كارتة وحبر الأفهم اللي ما قدرت نوس وفتر لا تشاكا كزانات من 10,000 أسك 100,000 متر مكعب لا ثبت 507 من 100,000 أسك أوروت مليون متر مكعب لثبت 109 من أوروت مليون أسك 303 مليون متر مكعب لثبت هيم 3 مسؤول نايلة مركز مهندس جيتا تشو مرخصين بمناسبة عيد حرية مثل إرينا التلوضية مقابلة شرخام كزان كركبت 303 مليون متر كيوب كزان قحت إلي 5 مليون متر كيوب كزان مسلام 3.5 مليون متر كيوب كزان لوغو 3.1 مليون متر كيوب كزان قرصت 3.5 مليون متر كيوب كزان فانكو راوي 10 مليون متر كيوب كزان فانكو طمو 10.4 مليون متر كيوب كزان بادميت هيم 10.7 مليون متر كيوب ماي ناي ثبتت مقدرت كم سلبان بتوساك ودحام متمدد لتبنى أشرام ور حياتات بلك السيسية 164 دي بعقلي معنسبة 383 دي بعقلي مقبلت 145 دي بعقلي مقاش بركة 115 دي بعقلي مقب 103 دي بعقلي مقبلت بحركة يحكم سلط بنا وحكوة لحبرة في قريتنا اللي هي دي مدعين من 8.5 أسك 900 دي بروري من 7.5 أسك 800 من شعب قدمات مايكم تركب حبرام مكاريت إريتريا اللي تنظمت حالة جولة ترأدي بسبتام ماي اندي يتثبت لرتشك برنامج عمار سبتي هلام لقطرة قطرة ماي قل تتحفظ وعقمت قل تشك كم سليهما بعد مثل اللي للثابطة وراتات قل السرقل أهمية وقل اند تحيبيو اللي تقدم دي بكم سلطلة شرحة مهندس جيتا جو نايلة ستاتي دي فلكت عقت وقيب دو وبعد دوارات للتبنى وكزانات وأشرام كفال نايلة برنامج كم سلطوم حبرام مسؤول مركز كارتة وحبري مهندس جيتا تشو مرخص يندي بدنكوبام
بنيت كزانات دي بقى الضالعيوت آلات مقدرات ومهندسين وسواقين مشاق أي ماشين ريكم تليه ومام لا وراتات دي بعلل أو علاجهات وبعد لطلب أشكال طور ومال بزحل الحدكم تلتحقوا لحبرام التل مجال اللي ركبت لليت مقدرات وبقى عتق المستقبل أبكاتت فحدكم تليليت أفهمام وزارة حرس تسع حلفة ثلاث سنوات حرية ثلاث سنوات دي حرية دي براقبة حمامات نواي بعمت دي بلا من نواي دي بقدم للعد هي فنتي توديو راس انحش اشكال ترود زهرة حمامات ومد دي بنواي دي بلا دهر الدرجات كروي كم سلالة حبارات دي بلا وزارة مدير فرع عافية نواي دكتور يوناس والدوم دي بسلف سنوات حرية حمام قلحاي دي بانسوس مدرات كبود من صبوب العلو حمامات لقدكم على حق الحبرام سك سنة 1979 قبل قبارحي برنامج فديت اتحن مراقبتكم سلقتم من سنة 1989 حق لقب مراقبة ترود هيم إريتريا سنة 2005 من الحمام بتمامة حركم سلقبات من الدنيا منظمة عافية حيوانات تأكيدتكم سلقبات أبرهام حكومة إريتريا من سنة 2003 وطنياي ستات حرف ديت كاسب متنافام من لدك أوبام للتبالو حمامات كم فروماي دي بنواي كم سلوما أناسوم قلحي لشابه حمام كلب شرعون وبعد اندرك كزات اتكل سنة قلحاد كل نقطة 5 مليون نواي فديت كم سلتهيب اللي هم دي بانكسوت وراقبوت حمامات انسوس دور عبي لقدك مهلا دكتور يوناس بتوساك أفهمام اتكل اقليم ومديريات كلينيكات عافية انسوس كم سلت بانام ولالات حزي الات كم سلت عندك عندك بام ورات من لدي بمجال عافية انسوس لسجل عوتيتات كم سلتو لشرح دكتور يوناس اتكل سنة زهرت متمداد وحمامات انسوس قل فتشوت فحسات بويدات بلغ باشكال دي بوضحات حمامات نواي للات نايت عوات لسجل كم سل هلا حبرام حبر وزارة عافيتهم يوم 10 مايو دي مراكز كل أقليم قبلت بحرق أياح مقب وقاش باركم قبل قبانة لبراتور فحوس 10 مواطن بكورونا فيروس كم سلحمة وكود هلام تومي حمس دي بقال حلو قبلت بحرق أياح حمس دي بأسمرة أقليم مقب أولت هي دي بسنية أقليم قاش باركا كل عملات أنحوتهم اللي كنت هلام دي بس بداليات اندرق دو مراعيت قبولهم لطنحات عسرة وكلوت تقليم قاش باركا ورد تقليم مقب ورد هيم تقليم قبلت ابعمت عسرة واربع مواطن اند حيو سرو حم هلوم باساس اللي ابعمت عدد لب كورونا فيروس لحمو مواطنين اسك اللي يوم 3008 بتو 7 باس حلام 3700 من قلم اند حيو لسارحو عسرة اربع امت لطفانتو متوسع حمس هي لسا دي بس بداليات مراعيت حكمنات قبولهم لهليتهم وزارة عافية 10 مايو سنة 2011 وطني محبر محربة مسكونة محرب متوسلة سوكلت مليون نقفة لكلفة برنامج حضرة كلفة تفاصيل خبر من محمد إدريس محمد وطنيا محبر محربات مسكونام حرب إريتريام أنفارو أروحتو من دقدرو منابرتو مقل سايروم إباف قريو برنامج دي بحل فناي حرية سنيتات إم إسلاسة وكل إم مليون نقفة 6110 مسكونام أتحضرام لسديد قبط قلوم دي بي مسانع مأسسات طواحين مطاعم ناي سعنات لقبي مكاين نعايش إنسوس نهب أكانات توزع بترول كمسلو ما حدادات ونجارات كمسل تفرروا لحبرا رئيس لا محبر ممهر قبر برهان إياسوم مكانات خياطات ونسيج وراتات عجعي وحسين أوتو مكانيك وراتات كهربات كمبيوتر سواقات تشكيل دراوليكو أقبوي تواب نهب وبعد تأهيلات كمسل قبط قلوم حبرام وطنيا محبر مسكونام حرب إريتريا دي بلا دي بي شبه مداين ورين دوارات لنبرو أنفار
لتوجه كدامات تدبير وسلفات اند استبدام اسك الله دي بحارس تجارات وبعد لتفرروا زياد 5000 وكل 100 انفار زياد 51 مليون نعفا كم سالها باشر حام إقل حالة عافيت لك السسمة مهر قبر برهان أنفار مثل لابوم تو مسكنا وعمر زيادة مرعيت عافيتكم سلت حزيوم إن دهوة الدحام إترأس لأقل حركت لسديوم مراكوش عربيات مسكونام وموتور سايكل نزارات وبعد إبلها كم سلت هيبوة الدحام وطنيا محبر محربات مسكونام حرب إريتريا ديب شويدان دينماركي نروي هولندي جرمان أمريكا بريطانيا وبعدات دول منها اللا فرعتو سدايت منوعياتكم سلهما إمالكم سل قب إقلو ممهر قبر برهان بتوصاك شرحام ديب دنقو بهي راعيوت مسكونام محرب إقل حكومة لإطالة الرفداي اندي قبي مسؤوليات كلو مجتمع سبت قبام لتمقرحت مشاركة جهات حكومة ومجتمع إقل لعبات فانام وطنيا محبر محربات مسكونام حرب إريتريام لوارح أكتوبر 1909 وصل أسلة أسسا محبرتو مناسبة ذكرى 30 سنة حرية إريتريا قل كل ديما دليام أبت بالسقرات مالا 17 مايو ديب قاعد دار تقليم قبع في عادات وفانك أربام لبزحي عوادينا وسمودنا كم سلومة هرار ندالنا ومقابهتنا للرع في إبفنين شباب لك أرباتهم مسؤول فرع عادات وريادة السيد اندرياس أسمروم دي بالاس مع كلمات شعب إريتريا قل مبدأ رقبته وحقوق ميد أدم لا تحرية قل تتحقق لو ديون دال مرير ولا دفع عيوز تشهاد حق ولا شرحم قللت أريك فرسنة بعففن ودحوتو وديب أجيال قللت عدي مهم كمسلتم إذ حريته لعبة مجال كمسلتو حبارم مشاركة لبرنامج التهبو رأي عول قالي للدفع ديب حريت كل مواطن بله ليتلو مهنات ومقدرات قلنا يرى سبت واجب بجهتهم باودو أبركات منات للسمعهم حبا شرحهم ديب لمناسبة مدير أقليم مقب السيد فساي هيلي أمين عم جب الشعبية الديمقراطية وعدالة أقليم مقب السيد يوسف سايق كم سلومة رئيس مجلس أقليم مقب السيد أبراهام سمري شركة متعلو حيسام متقبلتنا لسكلة لتقدمة أخبار كبات عبد العلا أزلتون عديكم أخبار خارجتون دول مودات حي هليوتن دي بحر اركتيك قل ادمنا وديهول هلي امد دالاي قل ابتران روسيا يوم 17 مايو لكا قدمت روسيا اللي كلا قدمت امريكا لتركب دي بند دول مودات حي رزق طبيعتنا الى دوارات قل تنفع بو الداقات عسكريه وتكنولوجي لاتفرت لهلي دي بوقتو لبحر ملكيه روسيا كمسلت الحبره وزير قضيه خارجيه سيرجي لافروف فونتي أمريكا توديو لهليت وراتات لمصر روسيا خلقت لهليت إما فهمت زياد لكيلم كم سالتو حاب زرام أمريكا كم كفالنا لهليتا دي با بحر اكتتي كلت أدمانوت لتوديو وراتات السنة كللف عصر سمان مثل بحر دي بلا لتحدد ملكية نوروي طائرات لترفع غزاف مركب حرب لأكاد كم سال على التقارير لفهم مبل اللي أمريكا تل حلفة ورح فيبرواري تغييرات هجوم استراتيجي دي بدوالات لروسيا ملكيتها كم سلطو لشرح بحر كم سلندات للذكر اقلا وراتات عسكريات بحسر وكل تابعو كم سلليت لتحب روسيا دي بحر الكتيك عسكرية بنية تحتيات قلت اترد بشكل سعان حتى بسبب حفانة جو كمور برد بحر الكتيك دي مكك تمزة دي بول هلا وكد تبعيتها رزق لها بحر قلت يانوت سيل قب كم هلا سمقدرة تعدين لفهموم اللي لا تابع بزح دول أرزاق قل زمتا جهد رود وديك مثلا اللي على تشرهم بحر الكتيك برزق بترول وتبيعتي غاز تاجر كمسلتو ديب شر ديب شرح من مات أنحام بسبب كمور بلد ديب أقعزوتو مقابت لتقلب قابو كمسلت أنحال تحبر ديش إسرائيل ديب يوم لالتعبيه ديب معسكر ليبانوس هجوم كبود سلاح كمسل ودا وسال إعلام شرحيام
إسرائيل لمصدر رد فعل نايلام من لبنان لتلقفها دي باروكيت كمسال تحبر تليت ديش لبنان سلس روكيتات دي باراد إسرائيل كمسال لقفاما أبنا ديبوم اللي تتأور عسكرية تقلات فنق إسرائيل وحركة حماس ناي فلسطين قبلها لحرب اللي كيلمو ومسلح حالة حالة منطقة مقبان في قارس حي لك أربو جهات فلاتهم شرعا لهم أبلات فنق إسرائيل وحركة حماس كالأي سامن أدور لهلا متبادى الهجوم زياد كلمت نفر كمسال قتلو وألاف كمسال تحاكرو تقارير لفهم مجتمع الدينة لحرب اللي بتعرب تلو لويلي كاك عدم المهلا إسرائيل دام أبقيت قبيت التلاليو كمسال الليت نيكروب متقبلات لحبرهم بسبب لحرب عسكرية اتقطع قزة كبود دمار أموال جرى كمسال الله لتشرحهم دي بنت لجرى بقوة صرف ريفلة حبرة دي بوموج مالع عصر 7 مايو بلات دك أبت تلالة سبت هلا بسبب اللي لموتو أنفار عددهم دي بزياد إسرا كمسال وقالة سبسلت أتلا دولة حبرو بسبب لا بقوة تابعات عددهم ليت أمرا بزحم كبروم بعد سبت هلا عدد مايتام قلزيد كمسال قدر تهدقم مبال اللي لبقوة دي بنية تحتيات الدمار سبت أتعرام حد ربع مليون نفر كمسال شعترو تشارحم لتابعياتي بقوت قلا بسبب قشلة كورونا فيروس بكبود دمور لهلا اقتصاد اجتماعية هند زياد كيرمو كمسال هلا وكلام سبسلطتنا لدولة حبرو دي بهند التحالف السنة بلا جرا إلا مسل بقوت نايموج أروحات متو عصر نفر كمسال بديت نايلا وكد لهي تقرير لفهم حيسا متابلتنا متابعتكم دي محمد الاقليوم الدليوم العلنام اخبار كبت عدو خارج دي بلتهم هلا ودحن ما يقوم.